بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. تفسير رؤية باقة زهر. تفسير رؤية باقة الزهر: حلمك بأنك تجمع زهورا بتجعل منها باقة زهر، علامة بأن أمالك فقد تفشل. أما إن أعطاك آخر باقة زهر، أو أنك محاط بزهور وأنك مسرورا، فهو حلم حسن. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. صلوا على النبي يا أحبابي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. معكم أم الصابرين لتفسير الأحلام والأدعية والحكايات، ولنا لقاء آخر إن شاء الله، والله أعلى وأعلم.